بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الأول من مادة الدراسات الإسلامية قسم الفقه والسلوك للصف الخامس لابتدائي المنهج الجديد بعنوان الأذان. ماذا ترى في السورتين؟ هنا مسلم يصلي ومسلم يؤذن. مسلم يصلي ومسلم يؤذن. أنت تؤدي الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات وتسمع الأذان لهذه الصلوات. سل نفسك لماذا شرع الأذان؟ للإعلام بدخول وقت الصلاة. للإعلام بدخول وقت الصلاة، عشان نعرف أن وقت الصلاة قد جاء. تعريف الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة. هو فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. يعني فرض كفاية، يعني إذا واحد أذن خلاص سقط عن الباقي، ولكن لو لم يؤذن الجميع آثمون، عليهم ذنب. لكن واحد يؤذن يبقى خلاص قام بالكفاية عن الباقي. وفرض كفاية على الرجال، ليس النساء، وإنما على الرجال للصلوات الخمس. حكم الأذان فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني واحد لازم، أي واحد من الموجودين يأذن. لو لم يؤذن ولا واحد يبقى كده علينا ذنب، لكن لو واحد أذن خلاص كله سقط عنه الإيه؟ الفرض، يعني ما بقاش عليه وزر. فضل الأذان: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يوم القيامة يجي يقول: أنا سمعت فلان وهو يؤذن، ويشفع لك عند الله عز وجل بهذا الأذان. أنت تقول: الله أكبر الله أكبر، وأشهد لا إله إلا الله، وأشهد أن شيء جميل. جن والإنس وأي شيء، طيور، حيوانات، نباتات، تشهد لك يوم القيامة. ومدى صوت المؤذن يعني الغاية التي يبلغها صوت، يعني أقصى شيء يصل إليه الصوت. يعني بمعنى فرض كفاية قلنا: الذي قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي إذا قام به. جمل الأذان كتبناها جاهزة اهي عشان نخلص على طول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 15 جملة. رقم جمل الأذان كتب ونكتبها، هنلاقيهم كام؟ 15، عددوها 15 جملة. طيب، أشارك زملائي بإشراف معلمي في تطبيق الأذان بصورة صحيحة. المفروض نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما يزاد في أذان الفجر؟ إذا أراد المؤذن الأذان لصلاة الفجر فيسن أن يزيد فيه جملتين بعد قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح، فما هما؟ أتعرف هاتين الجملتين من سماع المؤذن لصلاة الفجر؟ أو اللي هو يقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذه لصلاة الفجر مخصوص. لماذا شرعت هاتين الجملتين في أذان الفجر خاصة؟ ليذكرنا المؤذن بأن الصلاة خير لنا من النوم من ناحية الثواب ومن ناحية الصحة. الدراسات العلمية أثبتت أن الغلطات تكون في ذلك الوقت كثيرة، فمن يقوم فهو خير له. أيضا ثواب، بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل هذه ثواب. أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل حتى أذان الفجر ويقول ألا من داعي، ألا من مستغفر، ألا من تائب. طيب طبعا برضه هيقول لي صلي، نؤذن لصلاة الفجر، قلنا لا، لما نيجي بقى عند حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعدين الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الأذان من شعائر الإسلام، والإسلام مصدر اعتزاز بلدي وتميزه. ما تعريف الأذان؟ واذكر دليلا من السنة. و طيب نجيب هنا على طول، اهو جاهزة هنا الإعلام بدخول الوقت. اذكر دليلا من السنة على فضل الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى السؤال الأول الإعلام بدخول وقت الصلاة. اذكر دليل من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عدد جمل الأذان 16، خطأ 15. الأذان واجب على النساء، خطأ. أنا أصوبها لكم عشان تبقوا عارفين الإجابة الصحيحة. هنا 15 وهنا الرجال. التصويب ان احنا نقول ايه؟ الرجال. والستاشر دي نخليها 15. ده التصويب عشان ممكن في بعض الناس يقول لك صوب الخطأ. كده خلصنا. ما تنسوناش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. القناة عليها قوائم للغتي والدراسات الإسلامية والعلوم والرياضيات والدراسات الحياتية من الأول للسادس. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.